اما هلا خلوني احكي انا وياكم شوي عن الفسيخ والرنجه. الفسيخ والرنجه، هلا الفسيخ نوع من انواع الاسماك طبعا، والرنجه الرنجه موجود ومتواجد وبناكله دائما بكل البلدان موجود الرنجه، بس طريقه تحضير الرنجه هي خاصه بمصر هون. يعني لما نكون عم اكتشفته واللي قريته انه بمصر هن اللي بيصدروا الرنجه المخمره واللي مملحه لبرا، المدخنه هي اللي بتتصدر حتى لبرا، يعني مصر هي اللي بتصدر الرنجه. الفسيخ ما بيتصدر، الفسيخ بس المصريين هن اللي بيتناولوه هون بمصر. هلا الرنجة دا احكي شوي، رح بلش بالرنجة لانه الرنجة اقل خطورة من الفسيخ. الرنجة ما فيها بكتيريا، يعني ما بتسمم، انما الرنجة مليانة مليانة املاح، مليانة ملح وصوديوم، وهون خطورتها بالملح. وعادة الرنجة بتتعمل بمصانع وبحطوا لها مواد حافظة كتير، مش بس الملح، بحطوا لها مواد حافظة تانية كمان، وهالمواد الحافظة كمان احتمال كتير كبير تكون مسرطنة. والملح اللي موجود بالرنجة منه صحي أبدا لكل الأشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي أصلا، اللي عندهم أمراض قلب، لسيدات الحوامل، للي عندهم وزن زايد وجسمهم بيعبي مي، اللي عندهم مشاكل بالكلى، كل هالأشخاص ما بيسوى يكونوا عم يتناولوا الرنجة بسبب الأملاح اللي موجودة فيها. أما بالنسبة للفسيخ، الفسيخ زيادة عن هالأملاح اللي موجودة فيه، لأنه الفسيخ كمان بيتملح كتير وبيتنشف وبينحط بمكان معزول عن الهواء لحتى يكون عم يتخمر. هلأ صحيح في كتير بيقولوا انه بما انه مكان معزول عن الهواء، يعني هذا المكان ما بيدخله بكتيريا، لانه البكتيريا بحاجه لاكسجين حتى تكون عم تتكاثر. انما اللي ما كتير بنعرفه انه في انواع بكتيريا منا بحاجه لاكسجين لحتى تتكاثر، ممكن تتكاثر بمطرح ما فيه هواء ابدا، وهو تحديدا هذا نوع البكتيريا اللي بيكون موجود بالفسيخ اللي اسمه الكلوستريديوم، واللي بيطلع سموم، وهالسموم بتكون موجوده بالفسيخ لما نحن نكون عم نتناولها. مش هيك إذا أكلنا كمية قليلة من الفسيخ ممكن نتعدي وما نتسمم، بس لكل الأشخاص اللي بيتناولوا كمية كتير كبيرة من الفسيخ رح يصير في عندهم ضيقة نفس، رح يصير في عندهم إسهال، رح يصير في عندهم ألم بالبطن، رح يصير في عندهم أوجاع بالكلى. هيدي يعني أول ما نقعد تناكل الفسيخ وتبلشوا تحسوا انه في ضيقه نفس، عرفوا انه هيدا بدايه التسمم. فلكل الاشخاص اللي اصلا عندهم مشاكل بالتنفس، لكل الاشخاص اللي اصلا عندهم مشاكل بالكلى، ولكل الاشخاص اللي اصلا عندهم مشاكل بالقلب، ضغط دم عالي، للحوامل، للسيدات اللي بترضع، للاطفال وللكبار بالسن، كلكم ممنوع تكونوا عم تاكلوا فسيخ. يعني الأشخاص اللي بدهم ياكلوا فسيخ بكمية قليلة بدهم يكونوا أكيدين إنه صحتهم كتير كتير جيدة. هلا للأشخاص اللي أكلوا فسيخ ولحتى شوي نخفف من العوارض، خاصة عوارض الأملاح، يعني لما أكلنا فسيخ وأكلنا رنجة وبدنا نخفف من عوارض الأملاح اللي أخذناها، أول شيء بدنا نكتر شرب المي، هذا شيء كتير طبيعي، كتير لازم، يعني بهيدا النهار بدنا نشرب مينيموم لترين مي. وتاني شغلة بدنا نكتر من إنه نكون عم ناكل المأكولات اللي هي غنية بالبوتاسيوم، يعني لما نكون عم نحضر الفسيخ بدنا نتناول معه خضار كتير، خاصة الخضار اللي لونه أخضر، فينا نتناول معه الأفوكادو، نتناول معه الجرجير، كل البروكولي، كل أنواع الخضار والبرتقال مثلا، الحمضيات كلها مليانه بوتاسيوم. ليش؟ لانه البوتاسيوم بيشتغل عكس الصوديوم، يعني نحن لما ناخذ املاح كثير جسمنا بيفضى من المي، مش هيك لازم نشرب سوائل، وجسمنا بيشتغل بطريقه انه بيرفع الضغط، بيصير في عندنا مشاكل كثير بالكلى، هون نحن بحاجه للبوتاسيوم ليلغي مفعول الصوديوم. مشان هيك تناولوا الخضار والفواكه كثير باليوم اللي بتكونوا عم تاكلوا فيه فسيخ ورنجة، تنخفف شوي من عوارض الصوديوم، وكمان تناولوا الفسيخ بكمية كتير قليلة، أفضل ما تتناولوه، بس إذا مصرين تناولوه بكمية كتير قليلة لحتى تتفادوا أنه يعني يسبب لكم التسمم، لأنه البكتيريا موجودة لو حتى عم ينحط من دون هواء لفترة طويلة. أول شيء عم ينحط من دون ثلاجة، يعني بطبيعة الحال بكتيريا بدها تتكاثر، وفي بكتيريا منا بحاجة لهواء ولا أكسجين حتى تتكاثر، مثل الكلوستريديوم اللي قلت لكم عنها واللي بتسمم حالات تسمم كتير خطيرة.